Hello, grade 8. Today we're going to continue part 2 بأول activity اللي هي self and non-self. المرة الماضية وقفنا عند إنه كيف الجسم عم يعرف هالشي self ويقبله أو مش self ويرفضه. واليوم حنلاقي جواب هيدا السؤال بهيدي السلايد شو. Markers of the self, the HLA system. Refer please to paragraph 2 and document B, page 14, in order to pick out the name of the identity card in human body, indicate where HLA is located, explain how our body distinguishes self from non-self, and then conclude. بتكون هلا تروحوا على page 14 تقروا كتير منيح paragraph 2 document B لتجاوبوا على هالفور questions قدامكم خطيا وترجعوا تتابعوا معي. Markers of the self, the HLA. خلينا نتعرف أكثر على markers of the self اللي هن ال HLA. فإذا صار مبين قصة إنه للجسم يعرف هالشي self في markers اسمهم HLA. بس شو هن؟ خلينا نتعرف عليهم. The identity card protein in a human body is the HLA, human leukocyte antigen. فإذا البيولوجيكال ايدنتيتي كارد الهوية البيولوجية بقلب جسمي هي ال HLA، مثل ما في عندي أنا هوية ببرزها لما نروح على أي محل، في هوية بيولوجية هي ال HLA بتنبرز لأي شيء بفوت على جسمي لازم يبرز لي إياها. وين موجودة ال HLA؟ HLA molecules are located on the surface of nucleated cells. كل خلايا جسمي اللي عندها nucleus بقلبها في عليها HLA. فإذا ال HLA موجود على السيل ممبرين لكل نيوكليتد بودي سيلز، كل خلايا جسمي اللي عندها نيوكليوس في على سطحها HLA. When non-self molecules enter the body asks for the HLA. أي شيء غريب بفوت على جسمي، جسمي بيسأل عن ال HLA تاعيته. If the HLA is similar to that in the body، إذا كان هال HLA مطابق، then the immune system will accept. But if the HLA is different from that found in the body, then the immune system will reject. فإذا أي شيء بفوت على قلب جسمي أنا، لازم جسمي يسأل عن ال HLA تاعيته. إذا هال HLA مطابقة للي عندي، بيقبله الجسم. أما إذا كانت منا مطابقة، فما بيقبل لي. صار فينا نستنتج حسب هالتو بيكتشرز يلي عم يفرجوني كيف ال HLA بروتين عم تختلف بين الانديفيدوالز. لاحظوا الانديفيدوال اكس كيف هي ال HLA عندها هيدي الريد، والانديفيدوال واي كيف ال HLA بروتين مختلف عن الانديفيدوال اكس. And therefore صار فينا نقول انه كل انديفيدوال عنده يونيك HLA، HLA خاصة فيه. بعد ما عرفنا شو السلف وكيف الجسم عم يميزه، خلينا نحكي شوي أكثر عن النون سلف. Non-self بيتضمنوا كل شيء recognized by the body as being different from self. كل شيء مش self الجسم بيعتبره non-self. المفروض يعمل له rejection. All rejected molecules are called antigens. وأنا هالrejected molecules بقول عنهم antigens. فإذا الantigens هن هادي الأشياء اللي بفوتوا على جسمي وجسمي ببلش يحاربهم. مثل الفيروسز، كورونا فيروس مثلا، microbes، بكتيريا، كانسر السيل يلي هي كانت بالاساس سيلف وتحولت لنون سيلف وغيرهم كثير اشياء. ناو خلينا نعمل سامري للي قطع معنا. ال HLA هي السيمبل للهيومن لوكوسايت انتيجين. It presents only at the surface of nucleated cells والمش nucleated مثل blood cells ما في على ظهرهم HLA. It represents the biological identity card markers of the self. فإذا علامة السلف من النون سلف الشيء اللي بيطلع عليه الجسم ليعرف هو ال HLA. It's called HLA in humans and MHC in all other living organisms. عند ال animals مثلا الماركرز اسمهم MHC. It's the same in the same body and different between different bodies. فإذا عند نفس الشخص ال HLA هو نفسه، يعني أنا بجسمي على كل خلايا جسمي النيوكليتد في نفس ال HLA يلي هو مختلف عن ال HLA الموجود على خلايا جسمك وجسمه وجسم أي حدا تاني. As a conclusion بحالة الأوتوغرافت أو الأيزوغرافت ال HLA بيكون هو نفسه يعني self antigen، then مش حيصير في عندي fight من الإميون سيستم والجرافت will be accepted.
أما بالكيس of allograft فال HLA هو different، يعني مش self antigen، لازم يصير عندي فايت وthen the graft will be rejected. هيدي هي الاكسبكتد ريزلت. This is the end of part 2.